اهلا بكم اعزائي مشاهدي ومتابعي قناه مهارات زراعيه في كل مكان. لو بتشتكي من فشل زراعه النعناع او عندك النمو بطيء جدا والاوراق صغيره الحجم صفراء فالفيديو ده ليك، لان النهارده هقول لك على حلول علميه لنجاح زراعه النعناع وازاي يكون النعناع عندك بالشكل الجميل ده، نمو سريع، اوراقه كثيفه وكبيره الحجم. يلا مع بعض نبدا الفيديو. اول معلومه علميه لازم تعرفها ان النعناع ينجح جدا لو في مكان فيه شمس مغربله او مكان بتصل الشمس صباحا او مساء ساعتين ثلاثه فقط، لكن لا يتحمل ابدا خاصه في الصيف الشمس مباشره طوال اليوم هينجح ويبقى نموه بطيء واوراقه ضعيفه، وهثبت لك ده بالدليل العلمي. كمان في حاجه مهمه جدا جدا، ان النعناع عشان ينجح عندك ويكون نموه سريع واوراقه كثيفه وكبيره لازم التربه عندك تكون دائما رطب، حافظ على رطوبه التربه، بمعنى ان انت دايما تروي النعناع قبل جفاف التربه. تقول لي انا خايف استمرار رطوبه التربه يؤدي لعفن الجذور، اقول لك طالما التربه عندك خفيفه ما تقلقش، النعناع بيحب جدا التربه الرطبه. ركز معايا كده، في ظلال موجوده على النعناع. الظلال دي جاية منين؟ جاية من ان انا في عندي شبك تظليل موجود على نبات تاني اللي هو نبات السر الليموني مضلل على النعناع. ده بيعمل ايه؟ اولا النعناع بيبقى نموه سريع جدا، قوي، غزير التفريع، اوراقه كبيرة. الحاجة التانية بيحافظ على رطوبة التربة، والنعناع بحب جدا التربة الرطبة. تعال بقى اشوف الناحية التانية، ده نعناع مزروع في مكان بتطل الشمس من الصباح الى الظهيرة بعد الظهر تقريبا، ما فيش عند اي شمس عليه، ومع ذلك نموه اضعف من اللي هو موجود في المكان المظلل. كمان اوراقه هتلاقيها صفراء ضعيفه النمو. الارض عندي بص عامله ازاي، ناشفه جدا، مع ان الاثنين بياخدوا ميه في نفس التوقيت. طبعا الشمس بتبخر الميه بسرعه جدا من التربه، فالتربه بتجف بسهوله. مع تعرض النعناع بقى للشمس وارتفاع درجه الحراره بيبدا النعناع يفقد جزء كبير من الميه بتاعته عن طريق النتح من الاوراق. طب هيعوض منين من التربه؟ طب التربه عندي جافه، مش هيعوض. يحصل ايه؟ تبدا الورقه تدبل، تبدا حجمها يصغر، ما يبقاش فيه نمو، ويبقى نمو بطيء جدا. نتيجه ايه؟ جفاف التربه. نتيجه ايه؟ تعرضه للشمس. ثالث حل هيسرع عند نمو النعناع ويجي على اوراقه كثيفه وكبيره الحجم، التسميد. اسمد ايه؟ 200 جرام سماد عضوي قديم متحلل، سماد طيور، سماد حمام، اي نوع موجود عندك. انقعهم في 2 لتر ميه لمده 3 4 ايام، واسمد بيهم مره كل شهر. او هاخد معلقه صغيره سمات ان بي كي متوازن، بس اهم حاجه اتاكد ان هو ان بي كي مظبوط من مصدر موثوق فيه جدا جدا. لو عندي جزء من التربه زي ما انت شايف كده، الجزء في الوسط ده خالي من اي نباتات نعناع، ازاي املى الجزء ده؟ طريقه سهله وبسيطه جدا، وده هو الحل الرابع. هتيجي على اي عود نعناع قريب منها تبدا تنزع منه كل الاوراق، تترك فقط ورقتين او ثلاثه في قمه النبات زي ما انت شايف كده. هنا بنزع كل اوراق من عود نعناع قريب من الحته الفاضيه، وابدا اعمل ايه بقى؟ ابدا احفر قصاد منه حفره بسيطه صغيره بايدي كده زي ما انت هشوف، بحفر حفره صغيره خالص بايدي، واعمل عمليه ترقيد للعود ده، ابدا انيمه كده واردم عليه، واترك فقط الجزء من الاوراق ده هو اللي فوق سطح التربه مكشوف. بعد فتره كل البراعم اللي انا دافنها في التربه او السلميات دي هتطلع نموات جديده وهتملى الجزء ده كله من التربه. ممكن بقى هنا ارقد عود اتنين تلاته زي ما انت عايز حسب المساحه الفاضيه عندك. يبقى هنا استغليت الجزء الفاضي عندي، زرعته بنعناع تاني عن طريق الترقيد، وبعدين بعد فتره كل ده هينمو وهيقفل لي الجزء ده وهيبقى عندي نعناع كثيف جدا. وبكده بنكون قدمنا لحضراتكم اربع حلول علميه بسيطه جدا تضمن نعناع سريع النمو، غزير الاوراق، اوراقه كبيره الحجم. شكرا لحسن استماعكم، والى لقاء في فيديو اخر باذن الله.